تمكنت قوات الشرعية اليمنية من قتل 5 أفراد من ميليشيات الحوثي واعتقال آخر أثناء محاولتهم القيام بزراعة ألغام بحرية بساحل ميديا التابع لمحافظة حجة غرب اليمن بحسب ما أعلنته مصادر عسكرية. وتعمل قوات الشرعية الآن على نزع تلك الألغام وبصورة عاجلة لما تمثله من خطورة كبيرة على حياة الصيادين وسكان الجزر الواقعة على سواحل ميديا.